إذن السلام عليكم. إذا نواصل معايير تصنيف أو معايير التي تأسس عليها وتشكل على إثرها العالم بعد 45. إذا بعد ما دينا المعايير الاقتصادية والمعايير السياسية والتاريخية، الآن ننتقل إلى المعيار العلمي والتكنولوجي. إذا المعايير العلمية والتكنولوجية، طبعا هذه المعايير تتضح في، ممكن أن تكون معايير علمية تكنولوجية وحتى عسكرية، باعتبار أن الجانب العلمي والتكنولوجي خدم بشكل واضح الجانب العسكري. إذن المعيار العلمي والتكنولوجي. وكنا في الحصة الماضية أشرنا إلى الجانب العسكري اللي ممكن عنده علاقة بالجانب العلمي والتكنولوجي بما فيه الجانب إذن خاصة في الجانب العسكري. إذن فيه تطور علمي وتكنولوجي، وفيه تطور علمي وتكنولوجي له علاقة بالجانب العسكري. في ماذا تجسد؟ طبعا أول شيء لابد وأن نشير إلى أنه من الناحية العلمية عرف العالم تطور كبير جدا في مجال الصحة. إذن عندنا تطور المجال الصحي واكتشاف عدة أدوية وتطويرها إلى آخره، تطور في المجال الاتصال، في مجال الاتصال مثلا سرعة الصورة والصوت، سرعة الصورة والصوت في الانتقال، أدوات التجسس كذلك، ما عرفه من تطور علمي، امتلاك الأسلحة، امتلاك القنبلة الذرية. طبعا امتلاك القنبلة الذرية نجد مثلا أمريكا كان في 45، والاتحاد السوفيتي كان في 49، امتلاك القنبلة الذرية. إذا الولايات المتحدة الأمريكية، إذا الولايات المتحدة الأمريكية كان هذا في 1945، الاتحاد السوفيتي كان في 1949، كذلك امتلاك القنبلة الهيدروجينية، امتلاك القنبلة الهيدروجينية التي كان في سنة 1953، كذلك تطور أسلحة الدمار الشامل، يعني السلاح النووي، كذلك تطور سياسة حفظ الأغذية. إذن تطور أسلوب حفظ الأغذية. إذا هذا إلى جانب قلنا تطور شبكة المواصلات. إذا هذه كلها نتجت عن التطور العلمي والتكنولوجي الذي عرفه العالم عقب 1945.
طبعا وهذه التطورات جاءت نتيجة حاجة الإنسان لهذه المجالات، خاصة أنه أثناء الحرب اتضح أنه في هناك حاجات لازم تتحقق للإنسان، وكما يقال أن الحاجة هي أم الاختراع. إذن هذا بالنسبة للمعايير التي تشكل على إثرها العالم. كذلك هناك مصطلحات قد تظهر في هذا الدرس. عندنا مجموعة المصطلحات، مثلا عندنا شفنا عالم الشمال، عندنا المفاهيم الجديدة التي صادفناها. إذا عندنا مثلا عالم الشمال، عندنا عالم الجنوب، هناك مفهوم مثلا مفهوم الرأسمالية الاشتراكية الليبرالية إلى آخره. طبعا فيه مفاهيم تعرضناها في أول الحصة، مثل مفهوم الرأسمالية، مفهوم الاشتراكية، مفهوم الليبرالية. قلنا عالم الشمال وعالم الجنوب، ماذا نقصد بعالم الشمال وعالم الجنوب؟ إذن عالم الشمال هي الدول التي تقع شمال الكرة الأرضية، شمال الكرة الأرضية. وممكن أن نقول أن هذا العالم يعرف بالتطور. إذن شمال الكرة الأرضية زائد أستراليا وجنوب إفريقيا، هذه تصنف ضمن الدول المتقدمة. عالم الجنوب هي الدول التي تقع جنوب الكرة الأرضية، تقع جنوب الكرة الأرضية. إذن هي الدول التي تقع جنوب الكرة الأرضية، وقد توضع حدود بخطوط الطول الخطوط العرض في حدود الدول التي تقع في حدود 35 شمالا، 35 درجة شمالا، هذه دول متقدمة. ولتقع جنوب 35 درجة جنوبا، هذه دول متخلفة.